اليوم كنشارك في هذه الندوة المنظمة من طرف منظمة للنساء الاتحاديات حول موضوع الدولة الاجتماعية ووضعية النساء، ومن منظور ديال الورش المهم ديال تعميم الحماية الاجتماعية، واللي هو ورش كما كتعرفوا كان بتوجيهات ملكية سامية وجات من بعد ما عرفناه من أزمة اجتماعية ومجتمعية بعد جائحة الكوفيد، واللي افكتيفمون سلطت الضوء أكثر أكثر على ضرورة أننا نتكفلوا بالشرائح المجتمعية الأكثر عوزا. اليوم النقاش ما غيدورش على الحماية الاجتماعية بصفتها يعني الشمولية، ولكن خاصة بما هي تساعد على تمكين النساء اقتصاديا والحد من الفوارق المجتمعية ما بين النساء والرجال. الندوة اللي هي جد مهمة متعلقة بموضوع الحماية الاجتماعية بما يتعلق بالمرأة. اليوم كما كيعرف الجميع كاين واحد التطور كبير على المسار الحقوقي والمسار السياسي فيما يتعلق بالمكتسبات اللي حقتهم المرأة على هذه الأصعدة، ولكن اليوم التثبيت والترجمة الحقيقية ديال هذه المكتسبات لابد أن تتجسد فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة. وملي تنتكلموا على الحماية الاجتماعية ديال المرأة تنتكلموا عليها في الأبعاد الشاملة تاعها، تندوي عليها في المشاركة الاقتصادية ديال المرأة، كندوي عليها كذلك فيما يتعلق بنسبة النشاط ديال المرأة في المجتمع وفي المجال الاقتصادي، وكندوي عليها كذلك فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالحقوق السياسية، وفيما يتعلق بكل المكتسبات اللي كتدخل في إطار الحماية الاجتماعية اللي كتعد هي الترجمة الحقيقية ديال المكتسبات اللي حقتهم المرأة المغربية. هذه الندوة التي تنظمها منظمة النساء الاتحاديات في إطار سلسلة من الندوات اللي بدأتها المنظمة انطلاقا من مدونة الأسرة، واللي دارت بخصوص 76 لقاء تقريبا قبل أن تضع مذكرتها لدى اللجنة. ثم كانت هناك ندوة ترافعية بخصوص نساء الجبل، واليوم على اعتبار أن الدولة المغربية أنها منخرطة في ورش الحماية الاجتماعية، أنها منخرطة في إعادة النظر في شروط الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وما تعرفوا يعني أن هناك مجموعة من القوانين التي هي قيد الدراسة الآن وقيد التنزيل الآن. إذا كتجي منظمة نساء الاتحاديات في إطار هاد الانخراط ديال الدولة الراعية أو ما يسمى بالدولة الاجتماعية، واللي هذا شعار يساري، شعار ديال لي سوسياليست. حنا اليوم في منظمة نساء الاتحاد كان ضاوية ديالنا على واحد الجانب من الناس المعنيين بالحماية الاجتماعية، واللي هي النساء الطرف الضعيف داخل كل المجتمعات، وهي النساء التي تعرف وضعية هشاشة، وضعية فقر، وضعية لا استقرار لا اقتصادي ولا اجتماعي إلى آخره. إذا اليوم هناك تلة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال اللي غادي يعني أنهم غادي يحيطونا بمجموعة ويضعوا أيديهم على شنو هو التأثير القانوني، شنو هي الإخلالات، شنو هي الآفاق، هل بالفعل أن المغرب من خلال هاد الآليات وهاد القوانين اللي وضعها واش بالفعل على السكة الصحيحة، واش بالفعل أن هناك رصد لواقع حقيقي وهناك معالجة حقيقية لأن النساء المغربيات بالفعل استفدنا من حقهم الأول والدستوري، وهو الحق في العيش الكريم ولا المدخل ديالو هي الحماية الاجتماعية، أن يكون لهن دخل قار، أن يكون لهما سكن وكرامة في العيش، أن يكون لهن إن كنا أرامل أو إن كنا عجزة أو إن كنا غير مشغلات أو في القطاع غير مهيكل إلى آخره، أنهم على الأقل هناك حدود دنيا لضمان هذا الاستقرار في العيش وضمان الكرامة، وبالتالي أن تجد نفسها بالفعل تتمتع نسبيا بالمساواة مع أخيها الرجل.